التحدي الجديد مع الملقب بالجنتلمان باسم طبانة من مصر. صدمة ليا لأن باسم من الشخصيات لو حتى عنده نقطة ضعف بيشتغل عليها كويس جدا عشان يطلع بأحسن ما عنده. سلطان شاطرة جدا إبداعية، مفيش ولا مرة بتعجز إن هي تلاقي أفكار جديدة لأي موقف كان، بس المرة دي أنا مش في تحدي معاها، أنا في تحدي مع نفسي وده أصعب كتير.